الرحيم. إخوة الأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، السلام عليكم ورحمة الله. في ويبينار جديد ضيفتنا الليلة الأستاذة، أنا وفي خميس وفي مجموعة الباحثين السودانيين. معانا الليلة أستاذة أميمة، هتقدم لنا ويبينار عن الغبار الكوني. باشمهندس الأستاذة أميمة هي كانت مساعد تدريس ثم محاضر في جامعة الخرطوم، الآن هي مرشحة دكتوراه في علوم الفلك في جامعة غرب أستراليا، عندها ماجستير في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات من جامعة تريست في إيطاليا، عندها دبلوم فوق الجامعي من مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية، عندها بكالوريوس فيزياء الشرف في جامعة الخرطوم، شاركت في مؤتمرات عديدة ونشرت ثلاثة أوراق علمية. تفضل يا أستاذ أميمة، أعرف نفسك أكثر وأبدأ البرزنتيشن. شكرا جزيلا وفي، السلام عليكم، وشكرا جزيلا لكل الناس الأونلاين حاليا عشان يحضروا السيمينار ده. ما أعتقد إنه في حاجة أكثر من اللي قلتها أنا ممكن أقولها. فيعني بكل بساطة أنا أميمة عثمان، بشكر كمان مجموعة الباحثين السودانيين على كل المجهودات اللي بتقدمها لمجتمع الباحثين السودانيين، بشكرهم كمان على إنهم دعوني عشان أجي أقدم السيمينار دي وأعبر عن قد كيف أنا بحب الغبار الكوني. فالليلة أنا هتكلم عن الغبار الكوني بصورة أساسية. اتكلمت عن حاجات تانية قبل كده في السيمينارات في جامعة الخرطوم، اتكلمت عن الفضاء بين النجوم بتكون من شنو، اتكلمت عن الكويكبات في المجموعة الشمسية النزازك والشهب، اتكلمت عن بعض الخصائص بتاعت مجرات اتكونت في زمن بدري جدا من عمر الكون، لما كان الكون عمره صغير جدا حوالي 3 بليون سنة. والليلة هتكلم عن الغبار الكوني، في بعض الأشياء هتكون مرتبطة شوية بالحاجات اللي أنا قدمتها قبل كده، لكن هحاول بقدر الإمكان إنه أدي فكرة عامة عن الأشياء، فبالتالي الناس تقدر تربط الأشياء مع بعض. هتكلم عن الصفحة الجاية. هتكلم عن وفي سامعني؟ سامعك، تفضلي. أوكي، الصفحة اللي بعدها. فهتكلم الليلة، أول حاجة هتكلم عموما عن هو الغبار الكون هو شنو ذاته، بنلقاه وين، وليه نحن مهتمين بإننا شنو ندرس الغبار الكوني. بعد كده هتكلم شوية عن دورة حياة الغبار الكوني في الفضاء بين النجوم، وده بالذات لأنه أنا شغالة على الفضاء بين النجوم. بعد كده هقدم حاجة صغيرة شديد عن الشغل اللي أنا اشتغلته وشغالة عليه في الفضاء في الغبار الكوني. فالمحاضرة هتكون مركزة بصورة عامة على الغبار هو شنو، أكثر من أنا شغالة في شنو بالضبط. أوكي، الصفحة اللي بعدها. فخلينا نبدأ أول حاجة بإننا نعرف الغبار الكوني هو شنو. الغبار الكوني هو عبارة عن حبيبات صلبة صغيرة 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 جدا جدا، بتتكون لنا من يا إما مركبات غنية بالأكسجين زي الأكاسيد اللي هي سيليكون أوكسايد، مغنيزيوم أوكسايد، ألمنيوم أوكسايد، أيرون أوكسايد، كل أنواع الأكاسيد اللي إحنا شنو بنعرفها. وفي بعض من المكونات دي بتكون معقدة جدا، فيها أكثر من 20 ذرة في المركب الواحد. في نوع تاني من الغبار بتكون لنا بصورة أساسية من الكربون زي الجرافايت فور انستنس، أو مركبات تانية شنو بتاعة كربون، بتكون لنا كمان من مواد عضوية معقدة جدا. الحاجة دي أنا هتكلم عنها شوية لقدام. زي ما قلت، الغبار الكوني هو عبارة عن جزيئات صغيرة جدا، حبيبات صغيرة جدا، الحجم بتاعها يدوب كم 0.1 مايكروميتر. في الصورة تحت في الصفحة هتلقوا عبارة عن مقارنة لحجم الغبار
مع حاجات تانية اللي احنا بنشوفها في الكون. من على يدكم الشمال بتلقوا البروتون اللي هو واحد من مكونات الذرة، لحد الكون اللي احنا شايفينه حاليا حولنا. فهنلقى ان الغبار عبارة عن حاجة صغيرة بتقع علينا، بين شنو؟ بين حجم الذرة وشنو السهم اللبني على يدكم الشمال. بنلقاه بين شنو؟ بين حجم الذرة وحجم خلية الدم شنو؟ الحمراء. فهو حاجة شنو؟ صغيرة شديد. بعض الناس بيحبوا انه يسموه انه شنو دخان اكثر من انه حاجه شنو صلب، بس لانه شنو صغير شديد، ما زي مثلا حبيبات الغبار اللي احنا بنشوفها مثلا في حبيبات الرمله مثلا اللي بنشوفها لما نمشي البحر ولا حاجه زي دي، حاجه صغيره شديد. لكن هو شنو كاركترستيكلي هو ماده صلبه. اوكي، فده شنو الغبار بصورة عامة بيتكون من شنو وهو وين بالضبط في حجم عام قد كيف. بعد كده هتكلم شوية عن بنلقاه وين. الصفحة الجاية وفي وفي ألو وفي ألو ما شايفه؟ لا، ما ظهر عندي. أوكي اوكي ظهر عندي. اوكي ظريف. فهنتكلم شويه عن وين بنلقى شنو، وين بنلقى الغبار الكوني. الغبار الكوني حرفيا بنلقاه في اي حته في الكون، من شنو من حوش البيت اللي ورا لحد ابعد حته ممكن نشوف شنو في الكون. فاذا عاينا مثلا، بدينا بشنو بالمجموعه الشمسيه بتاعتنا. في المجموعه الشمسيه في كميه من شنو من الكويكبات اللي هي شنو اجسام ما كبيرة خالص زي الكواكب، وحجمها ما زي الكواكب، فبالتالي شنو وعندها صفات تانية كثيرة مختلفة عن الكواكب، فبالتالي شنو سميناها كويكبات. فالكويكبات دي شنو هي كمان زي الكواكب، بتدور لنا حول شنو بتدور لنا حول الشمس. أحجامها بتتراوح لنا من كيلومترات لحد حبيبات صغيرة زي حبيبات شنو الرمل. في مدارات حول الشمس، أحيانا مدارات ذاتها بتتقاطع علينا شنو مع المدار بتاع الكرة الأرضية. فلما نتقاطع مع مدار الكرة الأرضية في شنو بتقوم شنو تدخل لنا الغلاف الجوي في صورة شهب ونيازك. بعض منها بتبخر عادي في الغبار الجوي، ما بصلنا منه أي حاجة، وبعض منها بصل الأرض في صورة غبار، في صورة غبار أو في صورة شنو أجسام ذاتها الجسم ذاته أو فتات من شنو من الجسم دي. فالكرة الأرضية بتستقبل كل سنة أطنان من شنو من الغبار الكوني. فحرفيا الغبار الكوني بنلقاه على شنو على الأرض، في بيوتنا، في شنو في حتات كتير شنو على الأرض. بعد شوية إذا قمنا شنو طلعنا شوية من المجموعة الشمسية بتاعتنا ومشينا لشنو الفضاء بين النجوم. بكل بساطة الفضاء بين النجوم هو شنو؟ هو بكل بساطة كل المساحات بين النجوم، سواء كنا بنشوف فيها حاجة بعيننا المجردة أو ما بنشوف فيها حاجة. إذا مثلا شفنا بس حاجة سوداء، أو إذا بس شفنا سحابة من الضوء من غير نجوم، دي كلها عبارة عن شنو؟ الفضاء بين النجوم أو الوسط بين النجوم، وهو دائما فيه حاجة، ما يعني ما فاضي، دائما فيه غاز وغبار. الغبار شنو الكوني. فالوسط ده بيكون متكون بصورة أساسية من الهيدروجين الذري والغبار وبعض العناصر شنو الأخرى. والوسط ده بيغلف لنا ما بس شنو المجموعة الشمسية، بيغلف كل شنو المجرة بتاعتنا، المجموعة الشمسية، الشمس، النجوم الأخرى والمجرة بشنو بصورة عامة. فبالتالي الغبار بنلقاه في كل الأجزاء المختلفة من المجرات. إذا طلعنا شوية من المجرة وعايننا شنو، أنا قاعدة أشرح على حسب الصور، فأنا حاليا في الصورة في النص في الصف التحت.
فإذا عينا، إذا طلعنا برا وعينا للمجرات من برا، بنلقى فيها حاجة بنسميها dust leaves، أو شنو، أحزمة بتاعت غبار، اللي هي إذا عينتوا للمجرة في الصورة في النص اللي في تحت، بتلقوا إنه فيها شنو، على طول الأزرع بتاعتها في حتات بنية، حتات كده، دي سيول كده، دي بنية، أو خطوط كده بنية. كل الخطوط البنية دي عبارة عن الغبار الكوني اللي هو بيعمل لنا، بيكون في حتات بيكون فيها، بيتكون فيها الغبار بصورة أكتر من العادة في المجرة، بصورة عامة، فبالتالي بيكون لنا شنو، الأحزمة الغبارية دي، وبيحجب لنا حتى الضوء بتاع شنو، بتاع النجوم من خلفه. بعد كده المجرات نفسها ما بنلقاها بصورة فردية، ما يعني نادر إننا نلقى مجرة قاعدة كده دي براها ما معاها أي مجرة تانية. في العادة المجرات يا إما في ثنائيات، يا إما في مجموعات فيها مئات المجرات، أو في المجرات العنقودية اللي هي بتصل فيها المجرات لآلاف شنو المجرات. والمجرات دي كلها، أو المجموعات، أو مجموعات المجرات كلها، بتكون شنو، مرتبطة مع بعض شنو، بفعل الجاذبية، زي المجموعة الشمسية بتاعتنا، بنلقى شنو، إن هما كلهم شنو، مربوطات مع بعض، ما في زود فيهم شنو بيشي بيخلي الباقيين، كلهم شنو قاعدين مع بعض. لكن المجموعات ال 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 برغم ال برغم من إنهم هما مجرات، يعني كل مجرة عندها روحها الذاتية، هما شنو، ما منفصلات عن بعض، ما زي انه كل واحدة فيهم قاعدة وما عارفة حاجة عن الثانية، لا، هما طول الوقت في حالة تفاعل، وتفاعل مستمر. يعني المجرات دي والحاجة بتنمروا على بعض، ايوه، في تيرم زي ده في الاسترو فيزيكس هراسمنت، بتنمروا على بعض، بتصادموا مع بعض، احيانا بيلاقوا بعض، مداراتهم بتتقاطع مع بعض، فدي كلها تفاعلات بين شنو، بين المجرات، بتأثر على المجرات. واكثر جزء في المجرات بيتأثر هو شنو، الوسط بين النجوم، ليه؟ لانه غاز، فبالتالي بسهولة جدا ممكن الغاز ده يتجرى من جوه المجرة ويطلع علينا بدل المجرة، لشنو، الفضاء بين شنو، بين النجوم، بين المجرات. وبما انه الغاز زي فيه غبار كوني اللي هو ممتزج مع الغاز زيه، فبالتالي برضه بنلقى شنو؟ بنلقى الغبار في الوسط بين المجرات، فبالتالي حرفيا في كل حتة في الكون نحن بنلقى شنو؟ الغبار الكوني. أوكي؟ بالرغم من إننا بنلقى الغبار الكوني في كل حتة في الكون، في نفس الوقت الغبار الكوني ده بيكون لنا نسبة ضئيلة جدا من شنو؟ من الكون. بيكون لنا يا دوب 1% من شنو، من الكتلة بتاعت الغبار، الكتلة بتاعت الوسط بين النجوم. إذا عندكم مجرة وزنتوا قدر كيف في غاز في المجرة دي، هتلقوا إنه 1% من الغاز ده بس عبارة عن شنو، عبارة عن الغبار الكوني. فبالتالي السؤال هيكون، ليه نحن مهتمين، ليه نحن حابين الغبار الكوني بالصورة دي، وعايزين ندرس وعايزين نعرف عنه كل حاجة، ليه؟ طالما انه هو حاجة صغيرة كده دي، وحاجة صغيرة شديد، وفي حياة اكبر منه، وفي كمية من التفاعلات في الكون، نحن ممكن شنو نكون مهتمين بها، ليه بس الغبار الكوني؟ الغبار الكوني نحن مهتمين به لانه زي ما قلت، هو عبارة عن حاجة في كل حتة، عامل زي الشارع الشريك، بيهبش كل حتة في الكون، عشان كده نحن مهتمين بالغبار الكوني. أنا هتكلم شوية كمان في السلايس الجاية ليه نحن مهتمين، وكيف الغبار بيأثر على حاجات تانية شنو في الكون. السلايد الجاية، أول حاجة نحن مهتمين إننا نعرفها عن الغبار، هي إن الغبار، أو ليه نحن مهتمين، الغبار أول حاجة بيأثر على إنه نحن كيف بنشوف الكون من حولنا. الغبار بيعمل بالضبط زي شنو؟ زي السحب اللي بنشوفها في الخريف ولا في الشتاء، بيعمل بالضبط زيها. أول حاجة بيمتص الأشعة، بيعكس الأشعة، بيشتت الأشعة، أحياناً بيعمل شنو؟ بيعمل بلوك، بيعمل شنو؟ بيحجب تماماً شنو؟ الأشعة الجاية شنو؟ الجاية من النجوم، زي ما شايفين في الصورة على يدكم اليمين، على يدكم اليمين في حتات شوية يعني غامقة،
فدي حتات فيها الغبار كثافته عالية، فبالتالي شنو حاجب حتى الضوء الجاي من خلفه من النجوم. في حتات اللبنية دي اللي هو حول النجوم دي بنسميها شنو ريفليكشن نيبولا، اللي هو شنو فيها الغبار بيعكس الضوء اللبني. الحتات الحمراء في الصورة ده الغبار بيعمل فلترينج شنو بس بيمر لنا الضوء الأحمر وبيعكس لنا كل الضوء، الطاقات عالية. فبالتالي الغبار بيتفاعل بصورة أساسية جدا مع شنو الضوء الجاي شنو جاينا من النجوم. وبكل بساطة الكون اللي احنا شايفينه حولنا ده كله ده ما الكون الحقيقي، ده الكون بعد ما شنو بعد ما الغبار يتفاعل مع شنو مع الضوء الجاي من شنو جاي من النجوم. فبالتالي لازم ولازم جدا نحن نفهم كيف الغبار بيتفاعل مع الضوء الجاي من النجوم، بيعكس قدر كيف فيه، بيمتص قدر كيف، وبعد ذاك بيعمل إشعاع بعد ما يمتصه تاني بشع الطاقة اللي امتصها دي، لكن في جزء مختلف تماما من شنو من الالكترومغناطيك سبيكترم. فبالتالي احنا لازم نفهم الحاصل شنو بالضبط عشان نفهم الكون حولنا عامل كيف، او حقيقة عامل شنو عامل كيف. الغبار ما بس بيأثر على كيف نحن بنشوف الكون، وهي طريقة مهمة جدا، لكن كمان إلى حد ما هي طريقة إن أكتف، لكن الغبار بيأثر بطريقة very active، بطريقة فعالة جدا في تكوين الكون نفسه. والحاجة دي أنا هتكلم فيها في السلايد الجاي. وفي السلايد الجاي الغبار ما بس بيمتص واسمه شنو بيشتت الأشعة، كمان بيساعد لنا بصورة أساسية في تكوين النجوم، تكوين الكواكب كذلك. فشنو في على يدكم الشمال نظريتين لتكوين الكواكب. الأولى بتقول إنه الكواكب تكونت بصورة أساسية بفعل الجاذبية، اللي هو الأسهم على يدكم اليمين. والنظرية الثانية بتقول إنه الكواكب تكونت عن طريق الغاز عن طريق الغبار بمساعدة شنو الجاذبية. فالحكاية كيف؟ الحكاية عندكم النجمة اتكونت اللي هي في الصف الفوق، النجمة اتكونت بعد ذاك باقي المادة اللي اتكونت منها النجمة بتكون شنو بتدور حول النجمة في الغرص الكوكبي أو البلانيتري ديسك. في الغرس ده عندك كمية من الغبار الكوني وكمية من شنو؟ كمية من الغاز، بيتفاعل مع بعض، بيتجاذب مع بعض، بيتلاقوا مع بعض، بيتصادموا، بيتلاحموا مع بعض. فكمية من شنو؟ حبيبات الغبار شنو؟ بتبدأ شنو؟ تتلاحم مع بعض، والجاذبية تمسكهم مع بعض أكتر، بيتلاحموا ويتلاحموا ويتلاحموا لحد ما شنو؟ يكون لنا شنو؟ أجسام أكبر وأكبر وأكبر، بعد مرور الزمن يكون لنا شنو؟ الكواكب حبل. حول شنو حول النجوم. فبالتالي هي لسه الناس بيدرسوا في النظريتين مع بعض، فهي مهمة شديد إننا نفهم كيف الكواكب تكونت، كيف المجموعة الشمسية بتاعتنا تكونت، المادة اللي تكونت منها، وكيف الكواكب كمان بتتكون في شنو حول النجوم الثانية، ما بس كمان النجمة بتاعتنا. والحاجة دي هسه حاليا يعني بقت فرع كبير من فروع الأستروفيزيكس. كمية من الكواكب الخارجية مكتشفة، العديد منها فيها habitable zone أو فيها وسط ممكن يكون قابل لشنو لدعم الحياة. فدي حاجة الناس هسه حاليا بتدرس فيها بصورة كبيرة جدا. الحاجة الثانية والحاجة يمكن المهمة والأساسية إنه الغبار بيساعد في تكوين النجوم نفسهم. النجوم هي المصدر الأساسي للطاقة في كل الكون، وهي شنو حجر الزاوية أو حجر الأساس لشنو لتكوين المجرات، فبالتالي تكوين كل الكون حولنا. فإذا في حاجة بتأثر على تكوين النجوم دي، معناتها حتأثر على تكوين كل حاجة تانية. للنجوم بتاعتنا عشان تتكون
لازم تتكون لنا في وسط كثيف 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 جدا جدا، لدرجة انه الهيدروجين الذري هيتحول لنا شنو لهيدروجين جزيئي. من الكيمياء اللي احنا بنعرفها الهيدروجين ممكن يتحول الهيدروجين الذري ممكن يتحول لنا لهيدروجين جزيئي عن طريق عدة يعني مسارات كيميائية، لكن للأسف الشديد كل المسارات الكيميائية دي في الفضاء الخارجي كفاءتها ضعيفة جدا. ليه؟ لأن الكثافة منخفضة، درجة الحرارة عالية، الوسط صعب جدا، كمية من الانفجارات النجمية وكمية من الحاجات شنو الحاصلة، فبالتالي هم شنو كفاءتهم ضعيفة. لكن أول ما الغبار الكوني يدخل في الصورة كل حاجة شنو بتتغير. الغبار الكوني بيعمل لنا كعامل محفز ذو كفاءة عالية جدا لشنو؟ لأنه أول حاجة يساعد التفاعل يحصل على السطح بتاعه، فذرات الهيدروجين الذري بتتلاقى في السطح ده وبتتفاعل مع بعض عشان تكون شنو؟ الهيدروجين الجزيئي. وفي نفس الوقت الغبار بيشنو بيقدم لنا حماية للهيدروجين الجزيئي اللي اتكون ده ليه؟ لأنه شنو بيقدم له شلتر، بيقدم له بيحميه من الأشعة اللي ممكن تعمل له تدمير. ليه؟ لأنه الهيدروجين نفسه ما الهيدروجين الجزيئي متعرض زي ما قلت إنه البيئة صعبة جدا، في كمية من الانفجارات النجمية، وإذا حتى في نجمة اتكونت جنبه very massive star هتقول شنو تاخد لنا كمية من الطاقة في البيئة اللي هو قاعد فيها بتخليه شنو بس الجزيئي يتفكك لنا شنو للذرات بتاعته. فبالتالي الغبار الكوني كمان بيقدم شنو الخدمة دي لشنو للميكرو هيدروجين. النتيجة إنه النجوم هتتكون بكفاءة عالية جدا في وجود الغبار الكوني. أكيد هي بتتكون من غير وجود الغبار الكوني، لكن الكون حولنا ما حيكون بنفس الصورة من غير الغبار الكوني، ما حيكون في تكوين نجوم بالصورة الهائلة اللي احنا شايفينها هسي حاليا. اوكي، الصفحة اللي بعدها. الغبار الكوني ما بس بيساعد في تكوين الهيدروجين الجزيئي، الغبار الكوني كمان بيساعد زي ما أنا ذكرت في البداية خالص، بيساعد في إنه يكون لنا مركبات وجزيئات تانية كلها بتتكون على سطح الغبار الكوني، منها كثير من المركبات العضوية وكثير من المركبات العضوية المعقدة جدا. شايفين في الصورة هنا دي بعض من المركبات دي زي فورميك أسيد، ميثانول، أمونيا، أنستوف. تقريبا في 2009 لما كنت أنا بكتب في الرسالة بتاعت التخرج، كان في 151 مركب مكتشف في الزمن ذاك، فتخيلوا هسه الليست حتكون بقت طول شنو. فإذا عملت جوجل ل كوزميك داست مولكيولز أو كوزميك داست ولا أي حاجة، هتجيكم شنو الليستة دي، وهتشوفوا بروحكم كمية المركبات اللي بتتكون لنا في شنو على أسطح الغبار الكوني. كمية المركبات اللي بتتكون على أسطح الغبار الكوني دي خلت العلماء يتساءلوا كيف ممكن في ظروف زي ظروف الفضاء الخارجي تتكون المركبات دي وتتكون بالتعقيد اللي احنا شايفينه ده. كل المسارات الكيميائية اللي ممكن تتكون بها المركبات دي كفاءتها ضعيفة جدا في الفضاء الخارجي، فبالتالي كان لازم يكون في غبار كوني. فكان التفسير الوحيد والطريقة الوحيدة إنه تتكون بها المكونات دي إنه يكون في غبار كوني. وفعلا لما عملوا التيست للنظرية دي فعلا الحاجة دي هي فعلا شنو كانت حاصلة، يعني فعلا الغبار الكوني بيغير كل المسارات الكيميائية للمواد دي
وبيؤدي لنا لأنه شنو المواد دي شنو بتتكون. فبالتالي الفائدة اللي احنا بنستفيدها إذا قدرنا إننا نفهم كيف الغبار الكوني بيساعد على إنه كل المركبات دي تتكون في ظروف زي الظروف بتاعت الفضاء الخارجي، فأنتوا براكم ممكن تتخيلوا ممكن نحن نعمل شنو بالمعرفة دي في بيئة ممكن نتحكم فيها في اللاب مثلا، ممكن نغير في درجة الحرارة، ممكن نغير في الكثافة بتاعت شنو بتاعت الوصل بتاعنا. فأنا شخصيا مؤمنة تماما إنه دي حاجة يعني حتقدمنا كتير. فدشنو فأتمنى إنه أنا يعني في 3 سلايدز قدرت أقنعكم إنه مهم جدا إننا شنو إننا ندرس الغبار الكوني ونفهمه، لأنه شنو بكل بساطة زي ما قلت الشافع الشقيق بيهبش كل حاجة، هو داخل في كل حاجة. إذا فهمنا الغبار الكوني هو شنو وبيتفاعل كيف مع البيئة حوله، كيف بيساعد في تكوين المركبات، كيف بيساعد في تكوين النجوم، كيف بيساعد في تكوين الكواكب، هنفهم حاجات كتيرة جدا عن الكون حولنا. أوكي؟ في الجزء الجاي أنا هتكلم عن دورة حياة الغبار الكوني في الفضاء بين النجوم، اللي هو دي الحاجة اللي أنا شغالة عليها. بس قبل كده بس هذكركم بسرعة عن شنو الفضاء بين النجوم، هو شنو الوسط بين النجوم. زي ما قلنا هو كل المساحات بين شنو بين النجوم اللي احنا شايفينها وشنو بتتكون لنا كلها مليانة بالغبار والغاز، وبنشوفها في صورة سحب كونية. السحب دي يا إما بتتكون بصورة أساسية من الهيدروجين الجزيئي، أو بصورة أساسية من الهيدروجين الذري، أو بصورة أساسية من الهيدروجين المتأين، ودي كلها بتعتمد على درجة حرارة الوسط وكثافة شنو الوسط. بعد كده دورة حياة الغبار الكوني، الصفحة اللي بعدها. الغبار الكوني بتبدأ لنا من الصفحة اللي بعدها وفي دورة حياة الغبار الكوني بتبدأ لنا من شنو؟ من تكوينه بواسطة النجوم. أيوة صح، أنا قلت بواسطة النجوم. فالعلاقة بين الغبار الكوني والنجوم علاقة معقدة جداً، زي ما قلنا قبل شوية وأقنعتكم إنه الغبار الكوني بيساعد بصورة أساسية في تكوين النجوم. الحاجة الفني إنه الغبار نفسه هو مكون بواسطة النجوم، فبالتالي ممكن تشوفوا كيف الدورة دي شنو شغالة وكمية التعقيد في شنو في الدورة دي. فالنجوم لما تتكون بتمر بمراحل حياة مختلفة، في كل مراحل حياة المختلفة دي بتنتج لنا شنو عناصر مختلفة، عناصر كيميائية مختلفة. كل العناصر اللي احنا شايفينها في الكون الليلة اتكونت بواسطة النجوم، ما عدا الهيليوم، هيدروجين وشوية شنو ليثيوم. أي حاجة تانية اتكونت في النجوم عن طريق التفاعلات النووية في شنو في النجوم. النجوم دي بتقضي فترة حياتها، بتتولد بعد ذلك بتقضي مراحل حياتها المختلفة، بعد ذلك بتموت زي كل دورة نحن عارفينها في شنو في الحياة. بعد ذلك بتموت. النجوم بتموت بطرق مختلفة على حسب شنو الكتلة بتاعتها. إذا كانت الكتلة بتاعتها كبيرة جدا بتموت لنا في صورة سوبر نوفا، بتموت لنا في صورة انفجار بتاع شنو بتاع سوبر نوفا، وهي الصورة اللي انتوا شايفينها على يدكم اليمين. دي عبارة عن نجمة في نهاية حياتها انفجرت في صورة سوبر نوفا، وتقريبا ما شايفين أي بقايا من النجمة، ودي كل شنو المادة اللي كونت النجمة في شنو في دورة حياتها. بعد ما كل نجمة بعد ما خلاص تنتهي دورة حياتها بتقول شنو تدي كل المادة اللي هي كونتها للوسط حولها.
يعني شنو دست 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 جاس دست جاس. فبالتالي هي بدأت دورة حياتها من شنو؟ من الغبار والغاز، في النهاية بتنهي دورة حياتها لشنو؟ غبار وغاز. فشنو المادة دي بتتمدد وبتتوسع ودرجة حرارتها بتنخفض، فيها كمية من الأكسجين، فيها كمية من السيليكون، فيها مغنيسيوم، فيها حديد، فيها نحاس، فيها كمية من العناصر اللي تكونت خلال حياة النجمة، بتتبدل وبتبرد. لما تبرد بتكون لنا وسط مناسب لأن المواد دي يحصل لها شنو؟ تصلب. فشنو جزء من المواد دي، ما كلها، بيحصل لها تصلب عشان تكون لنا شنو؟ الغبار الكوني. بعد ذلك على يدكم الشمال في نوع ثاني من شنو؟ من النجوم، اللي هي بنسميها ABG stars، اللي هي asymptotic giant branch stars، اللي هم ديل نجوم شوية كتلتهم أعلى من كتلة الشمس بتاعتنا، وفي مراحل حياتهم الأخيرة بيبدوا شنو؟ يفقدوا الأغلفة الخارجية للنجمة بتاعتهم، للأتموسفير بتاعتهم. وفي الأغلفة الخارجية دي فيها برضو المواد شنو اللي تكونت بواسطة النجوة في شنو في دورة حياتها. فالأغلفة الخارجية دي وهي بتتوسع وبتتمدد وبتطلع من النجمة زي ما شايفين في شنو في الصورة على يدكم الشمال. برضو المادة بيحصل لها شنو تصلب، بتحول لنا شنو؟ بتتحول لنا لشنو؟ لغبار كوني. بعد كده أول من المواد، أول من الغبار الكوني يتكون. الصفحة اللي بعده الغبار الكوني يتكون لنا في النص، المربع في نص الدائرة دي بيمثل لنا تكوين الغبار الكوني عن طريق النجوم المختلفة سواء كانت سوبر نوفا أو AGB stars. بعد ما يتكون الغبار الكوني بعد ذاك بيطلع وبيختلط لنا بشنو؟ بالوسط حوله. لما نختلط لنا بالوسط حوله بيلقى روحه بصورة أساسية في شنو؟ في وسط أو في سحابة كونية درجة حرارتها عالية والكثافة بتاعتها منخفضة. فبالتالي الوسط ضيق، وسط سيء جدا للغبار. ليه؟ لأنه الغبار فيه ما بيكون محمي تماما، الغبار فيه بيكون معرض لكل عوامل التدمير في البيئة. إذا مثلا في سوبر نوفا تاني انفجرت جنبه، خلاص الغبار اتدمر. إذا في مثلا نجمة كبيرة اتكونت جنبه، النجمة دي هتاخد كمية من الطاقة في السحابة اللي هو قاعد فيها، وبرضه حتدمر لنا شنو؟ الغبار. فبالتالي الغبار في المرحلة دي هو شنو؟ معرض لكمية من عمليات شنو؟ التدمير. ومعظم الغبار فعلا بيحصل له تدمير في شنو؟ في المرحلة دي. بعد ذاك السحابة نفسها بتتطور عبر الزمن، عندها دورة حياة ذات نفسها، دورة حياة معينة بتتطور عبر الزمن عن طريق شنو؟ بتشع الطاقة اللي هي شنو اكتسبتها، فبالتالي درجة حرارتها شنو بتقل، وهي بتنقص في درجة حرارتها بتنكمل زيادة، الكثافة بتاعتها بتزيد، فبالتالي شنو الغبار بيبقى شوية محمي بشنو بالكثافة بتاعت شنو بتاعت السحابة اللي هو قاعد فيها، والسحابة ذاتها بتبدأ تجذب الغاز من حولها عشان هي ذاتها تكبر ومستمرة في إنها تنكمش، في إنها تفقد الحرارة بتاعتها لحد ما تصل كثافة تمكنها من إنها شنو تحول الهيدروجين الذري لهيدروجين جزيئي. في المرحلة دي الغبار كمان بيساعد السحابة في إنها تعمل شنو العملية دي. العملية دي حتستمر لحد ما السحابة تبقى الحاجة اللي بنسميها مولكيولار كلاود أو سحابة شنو جزيئية، اللي هي معظم الغاز فيها عبارة عن هيدروجين جزيئي. في المرحلة دي البيئة بقت يعني مناسبة بطريقة غير عادية لشنو للغبار الكوني،
ما بقى بس محمي من العوامل الخارجية، كمان بقى شنو؟ قادر إنه ينمو. أيوة قادر إنه ينمو. فالسؤال حيكون يعني شنو الغبار ينمو؟ أيوة الغبار بينمو عن طريق إنه شنو؟ يجذب لنا المعادن الثانية في شنو؟ في الوسط اللي هو قاعد فيه. الوسط اللي هو قاعد فيه في كمية من المعادن في الحالة الغازية، في كمية من الأكسجين، في كمية من الكربون، في كمية من السيليكون، النحاس، الحديد، كمية من الحاجات. فبيقوم بيعمل شنو؟ يبدأ شنو؟ يجذب المعادن دي عشان شنو؟ تتلاحم معاه وتتلصق في شنو؟ في السطح بتاعه. فبالتالي حبيبة الغبار هتقوم شنو؟ تزيد في الحجم بتاعها وتزيد كمان في الكتلة بتاعتها عن طريق العملية دي اللي هي السحابة الثانية في الدورة اللي هي مكتوب عليها dust growth. في المرحلة دي هو الغبار حيزيد لنا في الحجم بتاعه، حيزيد لنا في الكتلة بتاعته، وفي نفس الوقت حيزيد في كفاءته، لأنه شنو يساعد الهيدروجين الذري لأنه يتحول لنا شنو لهيدروجين جزيئي. فبراكم شايفين كيف العملية شنو ماشية. الهيدروجين بيساعد الغبار لأنه يكبر، وفي نفس الوقت الغبار بيساعد شنو الهيدروجين في إنه شنو في إنه يزيد أو يتكون في الأسطح بتاعته. العملية دي هتستمر لحوالي 10 مليون سنة. في المرحلة دي أو في الوقت دي السحابة وصلت كثافة عالية عالية بتمكنها إنها شنو تكون نجمة أو مجموعة من النجوم على حسب شنو الكتلة بتاعتها. أول مما النجمة اتكونت لنا في السحابة دي اللي هو السهم الماشي للسحابة العاملة كده دي star formation، بنلقى إنه شنو السحابة حتتدمر. ليه؟ لأن أول حاجة جزء كبير منها اتحول لنجمة، وفي نفس الوقت أول مما النجمة أو مجموعة النجوم اتكونوا أول حاجة بيعملها شنو؟ بينظفوا كل الوسط حولهم، لأنهم شنو يطردوا كل الغاز والغبار من حولهم لما شنو يبدوا ينتجوا الطاقة الشمسية بتاعتهم. السحابة شنو انتهت بعد كده، والغبار إذا عنده أي فرصة إنه شنو ما يتدمر، أو جزء من الغبار اللي ما تدمر وعنده فرصة هو لسه قاعد هناك، بيحصل له شنو؟ بيلقى روحه تاني في وسط كثافته منخفضة ودرجة حرارته عالية، والدورة تاني شنو؟ تلف وتلف وتلف. والنجوم نفسها المتكونة في السحب دي هي ذاتها بتتمرحل لنا في مراحل حياتها المختلفة لحد ما تصل مراحل حياتها الأخيرة، وهي ذاتها شنو؟ تموت عشان شنو؟ تعمل لنا شنو؟ عشان تعمل لنا غبار. أوكي؟ فدي شنو دورة حياة الغبار الكوني بصورة بسيطة شديد. وحتى أنا ما يعني ما في حاجات تانية أنا ما حطيتها في الدورة دي، يعني مثلا في حاجة اسمها كواجوليشن اللي هي التلاحم. حبيبات الغبار لما تبقى كبيرة وهي بتنمو ما بتقدر تنمو أكتر من كده، فبالتالي بتنمو عن طريق تلاحم الحبيبات مع بعض، زي ما شنو زي ما شفنا في تكوين الكواكب مثلا، إنه شنو الحبيبات بتتلاحم مع بعض عشان تكون لنا شنو حبيبات أكبر. فدي واحدة برضو من العمليات اللي بتحصل في الغبار، لكن دي شنو دي الصورة الأساسية والصورة البسيطة لشنو دورة حياة الغبار. في الجزء الجاي من المحاضرة هتكلم شوية عن الشغل اللي أنا اشتغلت في الغبار الكوني. خليك في السلايد اللي فات شوية يا وفي، شكرا. هتكلم عن الشغل اللي أنا اشتغلته، بس قبل ما أمشي للجزء ذاك هقول إنه أنا شغالة على الغبار الكوني وعلى المجرات عموما، فأنا يعني مهتمة بأي حالة مرتبطة بالمجرات، لكن من شنو من الناحية النظرية أنا شغالة أكثر حاجة على شنو على جالكسي سيميوليشنز، اللي هي بكل بساطة محاكاة كمبيوتر. بشنو بنعمل كرييشن، بنعمل تكوين للمجرات في الكمبيوتر،
بياخد كل الفيزياء اللي احنا بنعتبر انها شغالة في المجرات دي، وهي اللي بتأثر على حركة المجرات والنجوم وتكوين النجوم، بياخد فيها برضه الفيزياء المتعلقة بالغبار، وبعد ذاك بنشوف كيف المجرات دي هي بتتطور، كيف بتتكون، اللي بيحصل عليها شنو بالضبط. فبالتالي أنا شغالة من شنو؟ من الناحية النظرية، ما شغالة كتير بالتلسكوبات والداتا اللي بنجمعها بالتلسكوبات والحاجات دي. والحاجة دي أنا شايفة إنها حاجة مهمة شديد، اللي هو الشغل المحاكاة الكمبيوتر، يعني حاجة انتشرت كتير، وأعتقد حاليا إن إحنا المفروض ننتبه للحاجة دي كتير، لأنه بتوفر علينا كمية من الحاجات. في المجال اللي أنا شغالة فيه بالذات، الحاجة دي مهمة ليه؟ لأنه نحن في العالم بنشوف الـ end result، بنشوف النتيجة النهائية، لكن ما عارفين اللي حصل شنو هنا، دي التفاعلات اللي حصلت، ما عارفين التطورات اللي حصلت عشان تؤدي لشنو، للنتيجة النهائية دي. فالحاجة الوحيدة اللي ممكن نحن نعملها إننا شنو، نعمل محاكاة الكمبيوتر لحد ما نصل للصورة النهائية دي، فبالتالي نقول أوكي دي الحاجة اللي حصلت عشان كده وصلنا شنو للنتيجة دي. فبالتالي أنا مهتمة بإني أعرف الحصل شنو، الفيزياء الحاصل شنو بالضبط. والحاجة المهمة زي ما قلت في المجال بتاعي، لأنه لما نعاين للكون برا نحن بنشوف صورة واحدة للكون في الزمن المعين، ما عارفين الصورة دي وصلت كيف، وما عارفين الصورة دي هتتطور تبقى كيف. الحاجة دي شنو بيساعدنا في إننا نفهمها، اللي هي الكمبيوتر سيميليشنز ولا الجالاكسي سيميليشنز اللي أنا شغالة عليها. وهي ما مقتصرة بس على الشغل بتاع الأستروفيزيكس، في كمية من المجالات التانية برضو بتستخدم الكمبيوتر سيميليشن، لاين زي الناس الشغالين على الويزر مثلا، شغالين على المناخ مثلا، الناس الشغالين على شغالين على المسطحات المائية، الناس الشغالين على الماتيريال ساينس مثلا، انهم يكونوا ويخلقوا مواد جديدة، دي كلهم ناس شنو شغالين على الكمبيوتر سيميليشن. هي حاجة مهمة بتوفر علينا كمية من المواد اللي ممكن نقعد نجرب فيها عن طريق التجربة والخطأ، التجربة والخطأ لحد ما نوصل للمادة مثلا نحن عايزينها بالخصائص المعينة. فالكمبيوتر سيميليشن بيوفر علينا حاجات كتير. اوكي، في المرحلة في الجزء الأول من الشغل بتاعي بتاع الدكتوراه، اشتغلت على إنه على نماذج محسنة لعملية تدمير الغبار. وفي معلش خليك في دي كده. اشتغلت على شنو؟ على نماذج محسنة لتدمير الغبار، نماذج محسنة لشنو؟ نمو الغبار، بحيث إننا نفهم كيف العمليتين ديل بيأثروا على تكوين النجوم، لأنه زي ما قلنا إن الغبار بصورة أساسية بيساعد لنا في شنو؟ تكوين الميكرو هيدروجين. أوكي؟ الحاجة الثانية اشتغلتها، فبالتالي كنت بعاين لشنو؟ كيف بيأثر لنا على شنو؟ على تكوين النجوم، وكيف بيأثر لنا على شنو؟ على المجرة وتطورها بصورة عامة. في الجزء ده أنا همشي بسرعة شوية، لأنه شايفة إنه الزمن شوية فات. أوكي، وفي البعدة. شكرا. فقبل ما أنا أودي صفحة واحدة من الشغل اللي أنا كنت شغالة فيه، هتكلم معاكم في واحد من الأسئلة الأساسية والكبيرة في الأستروفيزيكس، وأنا هتكلم عنها لأنه بعدين هربطه بالشغل اللي أنا شغالة فيه. السؤال الكبير جدا في الأستروفيزيكس زي ما قلت، إننا نفهم كيف الكون اتطور من الكون في عمره الصغير اللي هي الصورة على يدنا اليمين، للكون اللي احنا شايفينه حولنا الليلة في الصورة على يدنا شنو الشمال. في الصورة على يدنا الشمال ده الكون اللي احنا شايفينه الليلة، عارفين إن المجرات بتاعتنا ممكن نقسمها أو نخدها في خانات، بيننا نستخدم شنو الهابل كلاسيفيكيشن سكيم، اللي هو بكل بساطة بعاين لشنو، بعاين للمجرة. إذا كانت مدورة كده دي الليبتيكال اسفيرويدال ولا الليبتيكال كروية أو بيضاوية، ما ديسك، ما غوص بأي طريقة إن كانت، بيقوم يحط علينا شنو في الخانة بتاعت إنه دي مجرة كروية.
وفي العادة المجرات الكروية هي مجرات قديمة جدا، عمرها كبير، وبنسميها مجرات ميتة في معظم الأوقات. ليه؟ لأنها ما بتكون نجوم، أو بتكون النجوم بمعدل صغير جدا. فالمجرة أول لما تبدأ ما تكون نجوم معناها خلاص هي في مراحل حياتها الأخيرة، وخلاص حتموت بعد كده. الجزء الثاني على يدكم اليمين، ده المجرات اللي هي لسه بتكون لنا نجوم، اللي هي بنسميها المجرات الحلزونية أو مجرات الأغراض شنو الحلزونية. وبتتكون لنا زي ما شايفين اللي هو الفرعين دي. الفرع الأول المجرات بس الحلزونية، اللي هي الأزرع الحلزونية بتاعتها بتطلع لنا من قلب المجرة زي ما شايفين هنا. بعد ذاك الفرع التحت اللي هو الأصفر دي، فيه المجرات الحلزونية ذات شنو؟ ذات الزراع، اللي هي شنو؟ فيها زراع بمضلينا بقلب المجرة. وبعد ذاك الأزرع الحلزونية بشنو؟ بتطلع لنا من طرف الزراع دي، بدل ما تطلع لنا من شنو؟ من قلب المجرة جوا. فده التقسيم بتاعنا، عارفين إنه إذا عينا المجرة دي هنحطها في الخانة دي، ولا في الخانة دي، ولا في الخانة دي. إذا شلنا نفس التقسيم ده وحاولنا نقسم به المجرات في الكون لما كان لسه عمره صغير، زي 3 بليون سنة، لسه عمره صغير الكون لسه حاليا عمره 13 بليون سنة، ما هنقدر نعمل الحاجة دي. ليه؟ لأنه في الزمن ذاك المجرات لسه ما كان عندها أي شكل منتظم، ما كان عندها أي شكل معروف. ما عارفين هل هي قدس، ما عارفين هل هي كورة، ولا الحاصل عليها شنو بالضبط، ما عارفين الحاصل عليها شنو. لكن واحدة من الخصائص الأساسية في المجرات دي هي شنو؟ إنه المجرات دي دائما فيها تكتلات. على يدكم اليمين الصورة، الصورة الفوق أو الصورة التحت، دائما بتلقوا فيه كأنه تكتلات بتاع الضوء زي ما شايفين هنا اليوم. فدي حاجة يعني معظم المجرات في الزمن ذاك بتتميز بيها، فيها شنو؟ تكتلات. والتكتلات دي يا إما تكتلات غاز، اللي هو غاز كله قاعد مع بعض كده، دي كثافته عالية جدا وكتلته عالية جدا، أو تكتلات نجوم. والنجوم دي بكل بساطة تكونت هي نفسها من تكتلات الغاز. فبالتالي أنا بالنسبة لي الحاجة المهمة إننا نفهم تكتلات الغاز، لأنه من الغاز بيجينا شنو؟ النجوم. فالسؤال بيطرح نفسه، كيف المجرات اللي هي كلها متكتلة وما عارفين لها شكل دي اتطورت لنا عشان تصل لمجرات متجانسة جدا، يا إما كانت كورة ولا كانت شنو؟ قرص ظريف كده، كيف اتكونت؟ ففي السلايدين الجايات هحاول معاكم أشرح كيف شغلي مرتبط بالحاجة دي. أنا شغالة بصورة أساسية على المجرات، مجرات الحلزونية القرصية، ما شغالة على المجرات الكروية، فبالتالي حيكون شغلي متركز على الجزء ده. الصفحة الجاية يا وفي. أوكي تمام، هتكلم معاكم بصورة سريعة عن واحدة من العمليات المرتبطة بالغبار الكوني، وبعد كده هنتناقش في هل دي الإجابة للسؤال بتاعنا طرحناه هسي ولا لا. العملية هي عملية التسخين الكهروضوي. عملية التسخين الكهروضوي، الكهروضوي ده شنو؟ التسخين الكهروضوي بالضبط العملية الكهروضوئية زمان درسناها في الثانوي دي قد بتاعت أينشتاين، اللي هي بكل بساطة بيقول شنو؟ إنه إذا عندكم أشعة بطاقة عالية سقطت لنا على السطح معدني، هتقوم شنو؟ تطلع منه شنو؟ إلكترون. دي شنو؟ بكل بساطة العملية شنو؟ الكهروضوئية. هنا عندنا شنو؟ عندنا السحابة الكونية بتاعتنا في دمادي دي، فيها كمية من شنو؟ فيها كمية من الحاجات المختلفة، فيها الغبار، فيها الهيدروجين الجزيئي، الهيدروجين الذري، فيها كمية من شنو؟ من العناصر الكيميائية التانية. فالأشعة بتاعتنا الضوئية هتظبط لنا على شنو؟ على سطح الغبار الكوني، ودي في العادة أشعة طاقتها عالية، أعلى من الطاقة بتاعت الضوء الورقي اللي إحنا بنشوفه، اللي هي شنو؟ فاير ألترا فايلت فوتونز.
فبتقوم شنو بتطلع لنا الكترون. الالكترون ده بيكون عنده طاقة حركية. بعد كده الالكترون عنده طاقة حركية وما عارف يعمل بيها شنو، يعمل بيها شنو الالكترون ده. فبيقوم شنو بيمشي لكل الذرات في شنو بالغاز يسلم عليه، بيديم شوية يديم شوية يديم شوية. فببساطة الالكترونات بتقوم شنو تتصادم مع كل شنو الذرات في شنو في الغاز، بتنقل لها شنو جزء من طاقتها شنو الحركية. والنتيجة في النهاية إنه شنو الغاز درجة حرارته حتزيد، حيتمدد، حشنو كثافته حتشنو حتقل علينا. إذا السؤال الصفحة اللي قبل دي يا وفي، إذا السؤال هل ممكن العملية دي تتخلص لنا من بعض التكتلات دي؟ هل ممكن العملية دي تخلي لنا الوسط أو الغاز بتاعنا التكوينات بتاعته متجانسة أكتر وسموز ما في أي تكتلات هنا وهنا، وتخلي لنا الديسك بتاعنا ظريف كده ديو زي الديسك اللي احنا بنشوفه في 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 الكون الحالي ولا لا؟ الإجابة في الصفحة اللي بعد اللي بعد. وفي أوكي تمام، هنا أنا عندي مجرتين، المجرتين ديل على يدكم اليمين وعلى يدكم الشمال، الاثنين مكونات عن طريق محاكاة الكمبيوتر. يعني الاثنين ديل عبارة عن شنو؟ كمبيوتر سيميليشنز لجالاكسيز، وهما ما مجرات حقيقية، نحن بس عملناهم شنو؟ بالكمبيوتر. الصف الفوق بيورينا المجرة وهي لما نعايد لها كده فيسون، والتاني لما نعايد المجرة هنا كده ايجون. اوكي وزي ما قلت الحاجه اللي انتم شايفينها هنا هي بس شنو الغاز في المجره، انا ما راسمه هنا اي نجوم. في 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 العمود اللي على يدكم اليمين بتشوفوا لما دي المجره بتاعتي حطيت فيها كل الفيزياء اللي انا بعتقد انها هي موجوده في المجرات، أو بتتحكم في تطور المجرات، بتتحكم في حركتها، بتتحكم في كل حاجة فيها، بالإضافة لشنو الفيزياء بتاعت الغبار اللي أنا كنت شنو بدرس فيها. الحاجة الوحيدة اللي ما خطيت فيها، ما خطيت فيها التسخين الكهروضوئي، ما خطيته فيها، هي تسخين فيها تسخين لمصادر تانية لكن ما للكهروضوئي. فبتشوفوا أوريدي إنه اتكونت لنا كمية من تكتلات الغاز بتشبه تكتلات الغاز اللي شفناها قبل في شنو صفحتين قبل شويه. اوكي وبتشوفوا كمان انه القرص بتاعكم ما غرس ما فيه اي نوع من اي التكوينات، ما فيه حزام في النص، ما فيه سبايرال، ما فيه اي حاجه. اوكي دي بتشبه لنا كثير المجرات في بدايه الكون. بعد ذاك الحية الثانية اللي عملتها في المجرة اللي على يدكم الشمال، في المجرة دي أنا عملت شنو؟ كل حاجة في المجرة اللي على يدكم اليمين بالضبط هي في المجرة اللي على يدكم الشمال، ما عدا أنا أضفت هنا شنو؟ تسخين الكهروضوئي، يعني كل حاجة زائد التسخين شنو؟ الكهروضوئي. فأول مما فتحنا التسخين الكهروضوئي براكم شايفين الحصى شنو؟ المجرة بقى شكلها جميل جميل جدا، بتشبه أكثر المجرات اللي بنشوفها الليلة. المساحات الفاضية الكثيرة اللي احنا شفناها في المجرة الأولى اتملت بالغاز المتمدد بفعل شنو؟ بفعل الغاز المتمدد بفعل التسخين الحاصل. في نفس الوقت بدينا نشوف بعض شنو؟ بعض التكوينات اللي زي ما شايفين في كأنه شنو؟ أزلة حلزونية بعد شنو؟ بعد تطلع لنا في شنو؟ في المجرة. فبالتالي الخلاصة بتاعت الشغل دي كانت إنه الظاهرة التسخين الكهروضوئي اللي هي ظاهرة بصورة أساسية جاية من الغبار الكوني عندها يد كبيرة في إنها شنو تساعد لنا المجرات اللي كانت في عمر الكون الصغير لإنها تتطور للمجرات اللي إحنا شنو شايفينها الليلة. إذا ما كان العملية دي هي لها الدور، إذا ما كانت دي العملية الوحيدة اللي بتعمل الحاجة دي، هي عندها دور كبير جدا في إنها شنو
تطور لنا الكون من الزمن ذاك لشنو للزمن نحن شايفينه حاليا. الشغل ليا في 12 شهر 7 الفات في ورقة أنا عملتها صميت فيها كمية من الحاجات الثانية. فإذا أي زول حاب إنه يشوف الورقة دي أو يتناقش في أي حاجة فيها just send me an email ولا عميم يعني ألقوني في حتة وجالوني يقول لي دارين 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 الورقة. أوكي فأعتقد إنه أنا مشيت في الزمن كتير معليش على ده وحقيف هنا ما حمشي أكتر من كده. بس في حاجة في فيديو كده ظريف أنا ما أعرف وفي ممكن تشغله وفي أبي أشتغل من عندك أنا ما شايف الفيديو، أنا عندي الملف البي دي اف بس حاول أشغله، أنا بوقف السكرين ممكن تشغله من عندك. هشغل من عندي. أوكي تمام. فالفيديو ده يا أنا يعني اتعرض في ورشة قبل أسبوعين وعجبني جدا فقلت لازم أنا أشاركه مع الناس مع أي زول أكشوال. فهعمل له شير هسه حاليا. اوكي حاول يصغر الشاشة بس ما ظاهر عندكم الصوت كويس لكن الشاشة مكبرة شديد حاول يصغرها ما تعملي فول سكرين خليه عرض عادي بس. أوكي تمام كده ظاهر صغريها ثاني شوية ظاهر فول حاول ستوب شيرنج ايوه صغر الشاشة ظاهر كده ظاهر لكن برضه فلس نعم ظاهر الصوت ما في مشكلة لكن لسه عامل فول سكرين حاولي زوم اوت شوية زوم كمان زوم اوكي يمكن اصغر الصفحة الأولى اوكي البراوزر ظاهر لي 70% كده صغيري ولا 50% يمكن كده كويس تعالي جريه يمين جري البراوزر يمين شوية كده تمام ارفع الى فوق شوية انا ظاهر لي عندي اني انت عارضه 70% حاول اصغر ال 70% دي اعملها 50% للبراوزر ان امكن اوكي لا ال 70% دي للبي دي اف بتاع البرزنتيشن تمام البراوزر دي اللي عملها كده دي كده كويس لا كده اختفت عادي انا عندي رسلي لنا الرابط بتاع من عندك انا ممكن رسلي لنا الرابط في الشات الان وانا بعمل لك برضه من عندي تمام ممكن تعمل ستوب سكرين معانا معاوية شداد هل هو بروف معاوية شداد رافع يده معانا في الجلسة ايوه بروف معاوية شداد حبيك يا بروف يلا نزلت لك اللينك خلاص انا هفتح الرابط وهشير من عندي
أنا كده شيرت لك السكرين، واضحة معاك صح؟ لا أيوة ممكن تاخد الترجمة. الصوت واطي شديد لكن وافي الصوت وافي سامعني؟ انت ميوتد، سامعك يا وفي. صوت الفيديو كان ما واضح ولا الحاصل شنو؟ ما واضح نهائي، ما واضح. وبعدين عندي انا ما عارفه عند الناس التانيين، لكن عندي ما لا واضح. عندك، لا انت لعني ما عندك سماعة، احتمال كبير عند الآخرين ان يكون الصوت واضح. اوكي تمام، نواصل على كده. السلام عليكم. هذا الفيديو انتهى على كده.
تفضل نويمة. تمام ظريف. اوكي بكده دي نهاية المحاضرة بتاعت الليلة والسمنار بتاع الليلة. شكرا لكل الناس الحضور، كل الناس الأونلاين. عارفة تماما كيف النيل عامل كيف في السودان. أشكر لكم كل المشهورين أنكم تحضروا المحاضرة دي. وإذا في أي أسئلة more than happy إنه أجاوب عليها. شكرا جزيلا لك يا استاذ امين، والله قدمتي 15 سلايد لكن وضحت فيها كل المفروض نعرفه اول بصوره عامه الغبار الكوني، وشلتينا في رحله جميله وشيقه جدا. انا قبل يا بروف معاويه شداد الميكروفون عندك فاتح، ممكن تتفضل اذا عندك اي تعقيب او سؤال. السلام عليكم، شكرا كثير لك وافي، وشكرا للسيدة. أما طالبتي سلام زي كيفك؟ تسلم انت. قلت لك نحن هنا في انتظارك. اي جاي خلاص، بس شفت تفضل الله يربع شهور ان شاء الله وحد على السودان، بس قول كورونا دي تفتح لنا في كعب ان شاء الله. المهم انا عندي سؤالين يا حبيبي. واحد مستميت من تجربة زمان، كانت وقت الناس بدي يعملوا استخدم السوبر كمبيوتر في الايفولوشن والاستراكشر بتاع الستارز. كانت في مشكلة لانه بيدخلوا الداتا جوا وبعد ذلك بينتظروا السوبر كمبيوتر الى ان تجمع النتيجة النهائية اللي هي بعض مرات يحاولوا يخزنها تشابه الواقع. لكن كان في سؤال كثير بيدور لانه بيفتكروا الناس شو تريد السيميليشن فيها، لانه بعض المرات في احتياج لفيزيكس، ما هي جست يعني كمبيوتر هنا، يعني عشان تتاكد انه كل الفيزيكس بروسيس الناس العارفينها، كل الستيج بتاعت الموديلنج ده. وكانت مشكله لانه في الاول هو بس بيحط الداتا واشتغل السوبر كمبيوتر يومين ثلاثه وصل له بالفاينل ريزلت without knowing او without ensuring خلال البروسيس اللي بتعمل السوبر كمبيوتر فيها كانت في ensuring الفيزيكال الترو فيزيكس. اذا ما اعرف اذا كان دي قابلت السيميليشن. السؤال الثاني عام شوية الدياجرام بتاع هابل. طبعا هابل عمله وراه قال هو ماشي من الشمال لليمين، وطبعا في الزمن عمل اشكالات كثيرة جدا جدا، وفي ناس بتجسد للشيء هو صحيح في تناسق كده، لكن هو يفتكروه ما من الشمال لليمين. انت حاسس بالموقف اللي قدمتيه لي، هل بتعتمدي انه هو من اليمين للشمال؟ أنا عارف في جالكسيز وتصادمات وإشكال بتعمل السي جي جالكسي بتعمل منه، لكن بس سؤال خطر لي، هل ممكن هذا الدياجرام يعتبر هو بدل ما كانت زمان تفكيره من الشمال لليمين الليبتيكال إلى أن يبقى السفيرويد بعد ذلك يمشي إلى الديفرنت تايب أوف سبايرال الاثنين، فهل ده الرأي يعني ولا؟ ممكن توضح الان ده شعرت من كلامك كانه التكوين بيكون سبايرال بعدين بتمشي تتطور بالزمن تمشي للهول. بتبني البروسيس اللي بتخليها تتنفخ ده عشان تبقى الفوي. اوكي تمام. السؤال الاول كلامك صح تماما. انا ما عارفه كثير عن السيميليشنز بتاعت الستيلر فورميشن والستيلر ايفوليوشن، يعني ما هقدر اعلق فيها على اي حاجه، لكن عموما السيميليشنز بتاعتنا نحن لسه في حاجات كثيره في حاجات كثيره ما قادرين نفهم الفيزياء وراها شنو. يعني في كمية من الباراميترز، كمية من المعاملات نحن بنخدها في السيميليشنز بتاعتنا،
بس لأنه مثلا بتنتج لنا الحياة اللي احنا شايفينها، يعني الليميت بتاعنا أو الحاجة المغيدانا نحنا الأوبزرفيشن كيف المجرات بالضبط بتكون عاملة، لكن لأنه نحن ما فاهمين بالضبط الفيزياء اللي هي شغالة في المجرات، يعني في بالذات في على مستويات مثلا لما الغبار مثلا يتفاعل مع بعض، أو مثلا التفاعلات بتاع تكوين النجوم. يعني احنا هسه حاليا في السيميليشنز بتاعتنا أو في المحاكاة بتاعتنا لحد الآن ما قادرين نصل للريزوليوشن المناسبة لأننا نشوف النجوم بتتكون. لحد الآن نحن بنعمل حاجة اسمها سب جريد فيزيكس، اللي هي شنو؟ بتقول تحت مثلا عارفين انه نحن تكوين النجوم بيحصل لنا في وزن 50 بي سي، اللي هو شنو باسك، حاجة صغيرة شديد، مرات 1 بي سي 3 بي سي، ال very dense nuclear cores. لحد الآن احنا ما قاعدين نعمل resolution للحتة دي، فبالتالي بنقول شنو مثلا resolution بتاعتنا 50 باسك. بنقول أي حاجة تحت ال 50 باسك دي احنا هنقوم نكتب لها موديل تشتغل بيهم. فالمودلز دي في بعض منها فيه فيزياء فيزيكالي موتيفيتد، وفي بعض البارامترز بتاعتها نحن خدناها هناك بس لأنها شنو بتعمل ريبروديوس للحاجة اللي احنا شايفينها. فأنا بتفق معاك تماما إنه حاليا نحن لسه عندنا كمية من الفيزياء نحن محتاجين نفهمها عشان نحطها في المودلز بتاعتنا. أوكي؟ جاوب سؤالك. شكرا شكرا، جاوب. اوكي، الحاجة الثانية انه هل هو من اليمين الى الشمال او من الشمال الى اليمين؟ لسه نحن ما عارفين الحاصل شنو بالضبط. فعموما من نظرية تكوين المجرات انا برضو ما بعرف فيها شديد، لكن من نظرية تكوين المجرات انه اول حاجة في spherical collapse، إنه الغاز أول حاجة تكونت لنا شنو المجرة دي، تكونت لنا من شنو المادة المظلمة زائد غاز. الغاز زي كان في شنو في 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 كورة، بعد ذاك في الكورة دي حصل له شنو تبريد، فبالتالي حصل له شنو collapse عشان شنو يكون لنا شنو الغرس بتاعنا. بعد ذاك الغلس بتاعنا ده شنو؟ بعد ذاك اتطور لكمية من الليبتيكالز على حسب النظرية، إنه الحصل شنو؟ إنه المجرات حصل لها ميرجين مع بعض، شنو؟ اتداخلت مع بعض عشان كده اتكونت لنا شنو؟ المجرات الحلزونية، المجرات الكروية. ما عارفة إذا أنا يعني أنا من وجهة نظري إنه هي تكونت من السبايرلز بعد ذاك الليبتيكالز، لكن كل واحدة فيهم عندها تكوين مختلف، يعني من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال، من السبايرلز للليبتيكالز. طبعا يعني بتبقى في مشكلة الانجل مومنتوم اللي في السبايرال، كويس، ودي تخلص منها عشان تحلق الاليبتيكال دي. لكن طبعا بالتصرف الميرجنج اللي انت قلتيها دي فعلا تحل الانجل مومنتوم، بالعربي شنو انجل مومنتوم عشان تحل الانجل مومنتوم بالتصادمات بالأجزاء بتطاير هي تحمل عندها المومنتم وننتهي بالإكتئاب. يعني حسب كلامك أنت من الناس اللي بيقولوا من اليمين للشمال، طبعا حبلوا بدعم الشمال لليمين، والناس حتى في السنين يعني الثلاثة زي الماج بلوك وفضوه بتاع الكونتا بتاع الانجر مومنتم عشان تطلع للليست بتاع النوت
ناخذها مع البعض حتى ايوه ايوه هو في الحقيقه حاليا لما كل من عاين اكثر واكثر للكون في صوته وهو صغير، كل من عاين لهاي وهاي الويت شيفت، كل ما بنشوف انه النظريات اللي احنا عندنا دي يمكن تكون ما صح. لانه هسه حاليا بنلقى، هي ما كتير، لكن بنلقى مجرات في بداية الكون كانت شنو عندها أنجلر مومنتم عالي جدا، يعني اوريدي الديسك اتليس في الزمن ذاك. ففي كمية فعلا من التشالنجز للنظرية حاليا. شكرا لك، تسلم. ان شاء الله يا دكتور. شكرا لمداخلتك دكتور بروف محمود معاوي شداد. الاستاذ حسن بابا يتفضل، الميكروفون مفتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. يا هلا يا حسن، كيف الاخبار؟ الحمد لله. شكرا وافع للضيافه الجميله دي، مواضيع شيقه، وشكرا دكتور ميمه على مجهودك وتقديمك الجميل جدا، وشكرا دكتور معاوية الأب الروحي للأستروفيزيكس والكوزمولوجي والفلك وكل شيء في السودان. سعيدين بوجودك. أرجو أنكم تقبلوا بمداخلتي. ما تكونوا طردتوني من الفيزياء عشان خليت طبعا، لأنه اتجهت المجال الهندسي، لكن أشواق الفيزياء لسه موجودة. مداخلتي عن السيميوليشن، يعني حسب تجربتك في شغل السيميوليشن، هل عندنا فرصة في ظل الوضع في السودان، باعتبار انه الشغل الاكسبيرمنتال في السودان صعب جدا وغير متاح حتى على المدى الطويل، ما شكله حيكون متاح انه يتحصل عليه معدات ضخمة، فالشغل بتاع السيميوليشن هو الاقرب لنا حاليا. هل في فرصة في ظل وجود الآن حاليا في داتا سنترز في السودان ضخمة جدا، يعني في مئات أو آلاف الأجهزة على الكمبيوتر، يعني مدينة أفريقيا عندهم كلاستر فيها كلاود سيستم فيه 180 سيرفر والكويبت وتقريبا فاضية، الوتيلايزيشن بتاعها ليس عن 10%، فهل بنقدر نتواصل مع جهات أكاديمية وعلمية بحثية تانية في العالم ضمن الشراكات زي شراكتنا مع ناستيريستا، في تواصل جيد مع عدد من المكاتب في ناسا، هل بنقدر نتحصل على سوفت وير او ابلكيشنز نقدر من خلالها نعمل سيميليشن، حتى ما بس في مجال الاستروفيزيكس، يعني لانه زمان لما كنا طلبه كان في بعض السيميليشن سيستم بسيطه لكن ما كانت تيلربل او كستمايزبل، يعني كان بتجي جاهزه لحاجه معينه في المصبر في الليزر حاجات زي دي. الان في انفتحت وفي جامعات كثيره يعني اتجهت للشغل بتاع الاستروفيزيكس والكوزمولوجي، فهل بنقدر نلم كل الجامعات دي ونستفيد من الانفراستراكشر الداتا سنترز الضخمه الموجوده في السودان وما مستفيدين منها حاجه في انه نقدر نعمل لنا سيميوليشن سيستم؟ انا بديت مع دكتور ارباب قبل 4 5 سنين وتواصلنا مع السعوديه وقطر انه نحاول نوفر لنا سيرفرز ضخمه، لكن الان ما في مشكله سيرفرز، المشكله الان في انه نقدر نجيب سيميوليشن. وهل في طلبه بنقدر ننمي روح الشغل ده المجال ده عند الطلبه بحيث انه يتجهوا له، في ظل انه كل الطلبه الان بيجوا يقولوا الحاجات السيمبل، حتى في قسم الفيزيكس كلهم بيجوا بتاع الكترونكس الليزر فيزيكس اللي هي الحاجات الاكسبيرمنتال الاكويبمنت بتاعتها بسيطه وصغيره، وفي احجام عن الساينسز الكبيره اللي اتجه لها العالم البيور ريسيرشز، يعني بحثيه بحته اكثر من انها تطبيقيه. شكرا. شكرا لكم. تسلم ان شاء الله يا حسن. اوكي، اول حاجه الفرصه فيه، والفرصه كبيره جدا. حتكلم اول حاجه عن الحاجات في الاستروفيزيكس هسه حاليا السيميليشنز، لانه زي ما قلت الفيزياء اللي بتدخل في عمل المجرات حاجة معقدة بطريقة غير عادية، يعني فيزياء يعني معقدة شديد، كمية من الحاجات لازم تعمل لها حسابك في السيميليشن، وفي نفس الوقت في كمية من التعقيدات التكنيكال، يعني لازم تفهم كيف الكمبيوتر بيتعامل مع الداتا، زي ما قال دكتور شداد أحيانا حتى ممكن تكون بس computational errors، ممكن ما تكون عشان الفيزياء.
لازم تفهم كيف السيميوليشن بتاعتك بتتعامل مع الكمبيوتر، وكيف ممكن توزع اللود بتاع السيميوليشن بتاعك على الكمبيوتر. اذا مثلا عندك كلاستر بتاع الكمبيوتر والكود بتاعك سيء جدا، ما حتستفيد من الكلاستر بتاعتك، لانه شو ما موزع الشغل بطريقه كويسه على شنو، على الكلاستر بتاعتك. فبالتالي هسه حاليا نادر جدا تلقى لك زول شغال على سيميوليشنز بيروحوا. السيميوليشنز كود بيقعد عبارة عن big collaborations، كمية من الناس شغالين مع بعض، كل زول فيهم شغال على انه يطور جزء معين في السيميوليشن. يعني مثلا انا اشتغل واركز بس على اني اعمل كود كويس خالص بيصرف لنا الشغل بتاع الغبار الكوني. زول تاني بس يشتغل على شنو؟ على انه كيف النجوم بتتكون. زول تالت يشتغل على مثلا الفيدباك. فبالتالي بيت كولابوريشن كبيره. وبما انها كولابوريشن كبيره بقت معظم السيميوليشنز دي بابليكلي افيلبل، فممكن تعمل لها داونلود تشغلها في الكمبيوتر بتاعك، ما في اي مشكله. فممكن تلقى الحاجه دي في كميه من الامثله بتاعت السيميوليشنز. اهم مثال لها حاجه اسمها جادجت، في كميه من يعني فيرجنز للجادجت ممكن تعمل لها فري داونلود، ممكن تعمل لك وندرفل جالكسي. في برضه حاجه، في كميه من التولز برضه في بايثون. انا انصح جدا الناس تتعلم بايثون، تتعلموا بايثون. بايثون هو لغه العصر. بايثون مش بس في السيميليشنز، في الفيزياء، بقت في كل الداتا اناليسيس حاليا الناس شغاله ببايثون. ده اول حاجه. والماشين ليرنينج اللي هي لغه المستوى لسه حاليا، الماشين ليرنينج والداتا مايننج كلها بقت ببايثون. اتعلموا بايثون. في كميه من الفري باكجز الناس ممكن شنو تشتغل بيها. فكونه انه اننا نقدر نلقى السيميليشنز دي ما حاجه صعبه، ممكن بسهوله الناس تلقاها. اذا ما فري بابليكلي افيلبل ممكن تاخد ريكويست لانك شنو تعمل اكسس للداتا دي، او مثلا تعمل طلب لانك عايز تعمل ضغط لحاجه معينه في السيميليشن الكبيره دي. فدي انا اعتقد انها ما مشكله. الحاجه الثانيه اللي هي في الماتيريال ساينس، اوريدي هسه حاليا الناس شغالين على سيميليشنز بتاعت ماتيريال ساينس. في السودان اعتقد معظم الكلاستر ان احنا عندنا مثلا في مدينه تفريغ التكنولوجيا، اعتقد الكلاستر بتاعتها فيها كميه من الناس الشغالين على ماتيريال ساينس، سيميليشن بتاعت ماتيريال ساينس. فانا اعتقد انه ايوه دي حاجه ممكن احنا نتوجه عليها. وزي ما قلت هسه حاليا عندنا ريسورس او كميه من الكود حتى في الماتيريال ساينس برضه فيها كميه من الحاجات البابليك افيلبل، ممكن تعمل لها داونلود برضه شنو تشتغل عليها. الحاجه الثانيه موضوع انه اذا في طلبه يعني انترستد في انهم يشتغلوا الشغل اللي انا شغاله فيه بصوره خاصه، او مثلا يشتغلوا اورينتد ل فيري ثيوريتيكال ريسيرش كايند اوف ستاديز. سؤال شوي صعب، لأنه أنا عندي كام طلبة انترستد جدا في الموضوع، بعرف كمية من الطلبة انترستد في الموضوع، لكن ما كتعرف. فحتى أنا ذاتي طولت يعني من السودان، فما بقدر أقول لك قد كيف من الطلبة ممكن يكون شنو انترستد في الموضوع. بس حاليا مثلا جامعة السودان، جامعة أم درمان الإسلامية، فيها قسم كامل بتاع فيزياء بتاعت فلك. للأسف الشديد ما عارفة أي حاجة عن الحاصل هناك شنو. يمكن لو حسن قاعد ممكن يقول لك الطلبة اللي هم اللي بخرجوهم الحاصل عليهم شنو بالضبط. شكرا لتعقيبك وشكرا لمداخلة أستاذ حسن. زي انا شيرت الان فعاليه هيقدمها بروف شريف فضل مبيكر اللي هو مدير مدينه الافريق التكنولوجيا، هيقدمها خلال اليوم. هيتكلم عن معضلات تصميم الانظمه الموثوقه اللي هي اسمها issues on the design of reliable system softwares and electronics. هتكون اليوم في
مجموعة الباحثين السودانيين عندنا مجموعة فرعية اللي هي اسمها مختصة بالورش وفن أو مهارات الكتابة العلمية. وقبل كده برضو ذكر الكلام ده الدكتور أبو بكر صالح، هو أخصائي بتاع مناخ مقيم في في كينيا مع المعهد اللي اسمه ICPAC. الأيام دي بيكتبوا تقارير يوم شبه يومية أو شبه بالساعات عن الفيضانات والحاصل في القارة الأفريقية بصورة عامة. برضو يتكلم إنه في السودان الجهاز أو السيستم الموجود هو رقم 2 في أفريقيا بعد منظومة موجودة في جنوب أفريقيا تقريبا. وزي ما بنقول دائما في البحث العلمي أو بصورة عامة محتاجين لأكيان بحثية من كل التخصصات مالتي ديسيبلينري انتر ديسيبلينري عشان الخلاصة تنتج أو ننتج شغل علمي جميل جدا. أستاذ حسين شاكر لك جدا مداخلتك، وأنا من أشد المعجبين بالكورس الصيفي اللي عملته في الفترة اللي فاتت. الله يخليك. ودي دعوة لك في مجموعة الباحثين إنه يوم نستضيفك تستعرض لنا الشغل الجميل بتاع الكورس الصيفي. والله جدا وجاهز، وده نشاط انا بحب دائما تبسيط العلوم، يعني عجبني في تقديمه مهم انه كان الكلام مبسط ما للاخصائي المختصين بس. ايوه انا بحب تبسيط بحب تبسيط العلوم. والان ممكن نستفيد من الانفراستراكشر زي ما قلت بتاعت يعني المركز القومي للمعلومات. الان بعد الثوره انا شخصيا واحد من الديسيشن ميكرز في المركز القومي للمعلومات، يعني ممكن نعمل في اي حاجه عاوزينها، ممكن نسخر جزء ضخم جدا منه للساينتفك ريسيرش بالذات للشغل بتاع السيميوليشن ده. لو في اي افكار ممكن نتواصل ونعمل، وعدد الطلبه ماشي زايد يعني لانه الاسلام جامعه الدرمان الاسلاميه جامعه النيلين جامعه السودان اتوسعوا جدا والطلبه بكونوا موجودين، بس لانه ما لاقين حاجه يشتغلوا فيه على الكمبيوتر، يعني شغلهم كله بيكون عباره عن ورق مذاكره ومراجعه ويحلوا معادلات. اذا لقوا سيميوليشن سيستم من ابسط حاجه لاكثر تعقيدا، انا متاكد انه في الفتره الجايه حنلقى كميه من الطلبه بتاع الماسترز والبي اتش دي، عدد كويس جدا، بس محتاجين نوفر لهم في الهناي. ولو وافي لو عاوزين اي مجهودات في المركز القومي للمعلومات بنوصل الكلام، وزي ما قلت كل الغرارة الان عندنا بعد ما الثوره وبعد ما بقى متاح لاي زول المشاركه فيه. شكرا. كلام جميل، آه. شكرا لك. شكرا يا حسن. معنا عفراء هلال فتحيه برهان، تفضلوا اذا عندكم اي تعقيب او اسئله على كلام المستمعين. الميكروفونات فاتحه. بجد يا استاذه عرضك كان شيق جدا، وتذكرني ببرنامج بقدمه اللي هو اسمه مين الامريكي ده نيل ديجراس تايسون، انت برنامج اسمه ستار توك، وكل مره بيستضيف يعني زول ما عنده علاقه بالفيزياء او بالعلوم وبتونس يعني ونسه. فكانت لقد أظن ما زالت مستمرة، كانت بودكاست إذاعية وبعد ذلك بقت تسجيلات في اليوتيوب. أنصح الناس اللي عندهم دارين يتبحروا فيها يمشوا يشوفوها. أنا عندي سؤال قبل حايب، لكن بس عاوز أو سؤال معظم الناس بتسألوا سين، ما الفرق بين الأسترونات والأستروفيزيشن وال في المصطلح الثالث نسيته طبعا، أنا ما عندي علاقة بعلم الفضاء. أزول بيسأل نفسه الحاجات الفرق بينها شنو؟ اوكي قصدك الاسترويدز تذكر استرونوت رائد فضاء تقريبا فضاء. اوكي واسترونما واستروفيزيست صح؟ ايوه ثلاثه مصطلحات. يلا استرون رائد فضاء الوارد الفضاء، أعتقد إنه هم الناس اللي بيطلعوا بدل بيكونوا مدربين على إنهم شنو يطلعوا بدل الكرة الأرضية، يعملوا الأبحاث بدل، وإذا محظوظين في يوم من الأيام كمان يمشوا المريخ ويودونا الحاصل عليهم شنو. هم بيكونوا مدربين في مختلف المجالات، يعني علماء أطباء، علماء أحياء مثلاً، إنجينيرز والحياة دي. أما المجالين الثانيين القريبين لبعض جداً اللي هو أنا لحد الآن ما قادر ألقى أو علق لسي حالياً، بقى الفاصل بيناتهم ضعيف جداً، اللي هو أسترونومة وأستروفيزيست.
زمان الأسترونومي كان الزول بس بيعاين للسماء وبيعرف تحركات النجوم وين هم مداراتهم والحاجات شنو الفلكية. ممكن دكتور شداد يصححني في الحاجات دي. والأستروفيزيست هو اللي بيسك الفيزياء ولا الحاجات الحاصلة زي ما أنا قلت قبل إنه شنو نحنا بنشوف بس صورة واحدة من الكون وما بنعرف الصورة دي بيجت كيف. فالزول اللي بيعمل أستروفيزيكس هو الزول اللي بيسك الفيزياء ولا شنو ولا الحاصل شنو. لكن هسه حاليا الاثنين الزول اللي بيجيب الداتا من 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 المجرات والزول اللي بيسك الفيزياء الاثنين بيعملوا شنو يعني بتداخل في الشغل بتاعهم. يعني انا بشغاله بصوره اساسيه من الناحيه النظريه, لكن في نفس الوقت عشان انا اعرف انه الحاجه اللي انا بعمل فيها دي ما coming out of nowhere لازم شنو لازم اعايل شنو الكون بالضبط عامل كيف والمجرات عامله كيف. فبالتالي لازم امشي اجيب observation الداتا عشان غارينا بشنو بالداتا بتاعتي تطلع من السيميليشنز. فهسي حاليا الخطوط بيناتهم الداخل الشديد. كلام جميل, شكرا جزيلا. برضو عندي تساؤل او في معظم الناس لو لاحظتم بين فتره وفتره بتظهر يظهر الجدال بتاع كرويه الارض او الارض مسطحه والجبال اللي بيظهر من فتره لفتره دي. انتوا الان ممكن نسميكم استروفيزيست صح؟ السؤال ده لما يواجهكم او لما تسمعوا النقاش ده انتوا كناس متخصصين في المجال رده فعلكم بتكون كيف؟ سواء كان يعني اي زول حر انه يؤمن ان الارض كرويه او الارض مسطحه, لكن الجدال اللي بيحصل انا طبعا رده فعلي بس كده ما بتخش في النقاش من الاخر يعني. والله زي ما قال الولد في الفيسبوك, واحد قال له دارين نناقش الارض مسطحه, قال له والله مسطح انت. يعني النقاش بيطلع من دوره العلمي خالص بعيد. يعني دكتور شداد ما تفتي والنسمه دكتور. شكرا جزيلا للمره الثانيه الاستروفيزيست, والله ما قصرتوا استاذ زويه, قدمتي ويبينار جميل. انا بفتش في الاسئله اذا في اسئله في المجموعه هنا او في مجموعه الفيسبوك. اوكي تقريبا الزمن دوام, ف ان شاء الله الفيدباك حيكون بعد المساء بعد الناس يشوفوا الجلسه. معانا في جلسه الزوم عفراء هلال فتحية برهان, إذا عندكم أي أسئلة كنت تفضلوا. الميكروفونات دي فاتحة كلها, إذا أستاذ حسن عندك أي إضافة تفضل. والله أضيف حاجة صغيرة كده عن حكاية كروية الأرض, وال عندي سؤال ثاني لأميمة عن كروية الأرض دي. أفتكر إنه يعني ما نديه جديه, لكن برضه نتعامل مع الناس بشغل بتاع التوعيه, لانه بواجهه بكميه من الافكار بعدها موجه
بعضها من ناس مثقفين بس لكن ما مختصين، بعضها أفكار دينية بخافوا إنه تتعارض في كروية الأرض إنها تتطابق مع مفاهيم دينية. فحقه نعمل على إنه نوعي الناس إنه الآن العلم لا يحتمل الجدال. الناس بتناقشوا الآن في إنه الـ very deep sky، يعني الناس عاوزين يفتشوا في الـ very deep sky بيوري هناك شديد. فحكايتنا نتكلم عن المجموعة الشمسية دي بقت حاجة خلاص، يعني بقت ورانا شديد. يعني طيارة، صاروخ، ما أعتقد إنه في زور ركب له طيارة قبل كده ممكن يقول إنه الأرض دي غير كروية. لكن محتاجين ما نستفزهم بالكلام، إنما نعمل برامج بتاع التوعية ونحاول نفهم الناس إنه الحاجة اللي حوالينا دي المجموعة الشمسية دي خلاص إحنا دراستنا انتهينا منها، يعني ما فيها أي خبايا. يعني الناس وصلت فيها مرحلة خلاص بيفكروا إنه يمشوا للمريخ ويمشوا للكواكب الثانية. فالحكاية دي بعيدة شديد. السؤال الثاني البلاغي دائما بيطرحون الناس في الشارع انه طيب الغبار الكوني والكوزميك ريز الناس بيتكلموا عنها كانما هي حاجه في الفضاء البعيد، في حين انه احنا جزء من الفضاء البعيد. يعني لو قاعد في مجره ثانيه احنا الفضاء البعيد بتاعه، وبيننا وبينه في غبار كوني وفي اشعه كونيه حايمه في الكون. فما اعرف لدرجه الحاجه دي فهم الناس لانها مؤثر على الغلاف الجوي كيف. طبعا الغلاف الجوي عنده طبيعته الخاصه لانه كله اتراكتد للجاذبيه وللارض وفي منطقه معينه، لكن في النهايه في اشياء كونيه تجي من مختلف المناطق في الكون وتجي بتصلنا هنا في الكره الارضيه. ما اعرف اذا نصل الارصاد الجوي في السودان فيه الناس بتاع فلك ولا لا، لانه الحاجه دي مهمه جدا. يعني بتجي نشرات عالميه من برا انه في تاثيرات كونيه بتاثر على الغلاف الجوي. فما اعرف هل قاعدين يشيلوا ناس بتاعين فلك، بيشيلوا ناس بتاعين علوم طبيعيه، ولا هل بس ناس الارصاد الجوي؟ لانه الحاجه دي محتاجه برضه الناس يتكلموا فيها. تفضل يا عمر. ناس الحاجه اللي انا عارفه انه ناس الارصاد الجوي بياخذوا ناس خريجين علوم فيزياء، لكن كونه إن هم بياخدوا في حسابهم الحاجة اللي بنسميها space climate أو ال space climate ولا اسمها شو هي بالعربي شو طقس الكون ولا بالضبط كده. دي حاجة أنا ما أعرف إذا هم بياخدوا الحاجة دي في حساباتهم ولا لا، لكن الحاجة أنا أعرفها تماما إن هم بياخدوا indeed ناس خريجين فيزياء. فيمكن إذا بياخدوا ناس فيزياء مثلا الناس اللي هم أصلا خريجين علوم فيزياء احتمال، لكن ما أعرف والله إذا هم بياخدوا في حسابهم الحاجة دي ولا لا. أنا حسب علمي إنه محطات الرصد الحالية كلها أرضية يعني تدعم مع الغلاف الجوي، لكن ما أفتكر يمكن ما عندهم مقدرات حتى انه ايوه الا ببرامج بتاع التبادل العالمي انه تكون دي محطه عالميه. وزمان بالمناسبه محطه السوبة دي زمان كانت محطه عالميه تابعه لناسا، اتدمرت في عهد النميري. وكان دكتور معايا مره مشينا مره زياره هناك للمحطه، ما اعرف اتذكر كنا مع بعض ولا مشينا برانا، لكن مشينا السوبة دي كانت محطه عالميه ما بتاعت السودان. فممكن الان ببرامج بتاع التبادل انه يكون في محطات عالميه تابعه للارصاد هنا، لكن تكون ادارات عالميه أيوة. تكون عندها التواصل امكانياتها اعلى. اعتقد الحاجه دي ممكن، الحاجه دي ما حاجه صعبه يعني، لانه هسه حاليا كميه من الساتلايتس اللي هي بتعمل الويذر مونيتورينج اللي هي بتجيب لنا المعلومات بتاعت الطقس، كميه منها هي يعني ما مملوكه بجهه معينه، بل بالعكس يعني انت بتأجر مثلا عايز او بتطلب مثلا running time ولا حاجة زي دي. فالحاجة دي ممكن تحصل يعني ما حاجة بعيدة. وافي اختفى. وافي اختفى بيكون النت بتاعه ولا حاجة. فا اوكي انا بس وكونك خلالنا قليك انترنت انا والدكتور شداد والانترنت كويسة ونتكلم دي بذاتها بركة، لأنه مرات كثيرة ما بتقدر بالنهار بالذات ما بتقدر تخش فيه.
والله انا كنت خايفه طبعا من الموضوع ده شديد، انه النت يكون كعب، وال يعني بالذات في خلال المحاضره يعني يقوم شنو يعني يفصل ولا حاجه زي ايه، لكن يعني الحمد لله انستل معانا غايته. معلش يا جماعة، جاء تلفون داخل. خير، ما في مشكلة. كنا بنتكلم عن لا أنا كنت داير أرد أقول لهم أما الناس الإرصاد عندهم اتصالات مع الأقمار الصناعية اللي يعني ما قصد بس المحطات الأرضية، وحتى زمان نفتكر في بداية التسعينات ونهاية الثمانينات كان عندهم كمبيوتر وانج والحي من نود أساسي إنه دارين يعملوا سيميليشن بس، فأفتكر عندهم الاتصالات وكذا. لكن كنت داري أوجه السؤال يعني apart from يعني هو قصة الشهوب النيازك والدست اللي بيجي على الأرض وكذا، و apart from الإفكت بتاع السولار ويند والسولار هنا على الأرض وكده كويس، والراديشن والكوزميك ريز، هو بالضبط قاصد شنو بالنسبة لنا؟ هل هو قاصد آثار في تغير المناخ أم ماذا؟ شكرا. السؤال كان موجه حسن بابا، حسن بابا ممكن نشرح؟ نعم، ايوه فعلا يا دكتور، بتكلم عن يعني اثر على الكلايمت تشينج، ما بس في السودان، بس السودان يمكن يكون عباره ممكن يكون محطه بس، لكن نتكلم عن الكلايمت تشينج على مستوى العالم، هل يكون ممكن نكون احنا جزء منه ولا نتفرج بس نسمع الناس بيقولوا فيه شنو؟ طيب لو سمحت ارد على اول حاجه، فتش في ناسا في سيميوليشن لكل الفاكتورز حتى بتاعت الدوره بتاعت الشمس بتاعت السن سبوتس بتكتر وتختفي وكده او اي شيء، كل هذه الايفكتس اللي الناس بيتكلموا عنها، وبعض مرات حتى الناس المنتجين الدول المنتجة للبترول بتصر إنه السبب هو الآثار الشمسية والدورة الشمسية وكده، لكنه كنت أشوف ناس عملت السيميوليشن لتغير المناخ، كل الفاكتور دي برسمان زمان كان عندي الدياجرام دي لو لقيته برسل لك تشوفه، أكبر فاكتور وأضخم فاكتور وبيعني مئات المرات، و الفاكتور بتاع النشاط الإنساني وحرقه للوقود الأحفوري كويس، وإنتاجه للكربون دايوكسيد والميثين يعني العشرة غازات دافئة دي، الأساس هو الإنسان في الموضوع دي. أما الأشياء الثانية أنا لو لقيت الدياجرام ده برسه لك بوريك كل الأشياء اللي بحثوها مينيموم كومبير للشغل بتاع مينيموم خالص كومبير للشيء بتاع النشاط الإنساني والحفاظ على تطور والسيفيلايزيشن بتاعته. شكرا. شكرا يا دكتور. ومين شايف معنا فتحية كانت رافعة يدك قبل شوية وزي ما فتحية. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا بك. سعيده جدا ان انا اكون في المنبر العلمي القوي والكبير ده. والله انا اصلا زوله بتاعت سويل اند ووتر اند بلانت، لكن مهتمه بالجانب بتاع المناخ والتغير المناخي كزياده يعني في المجال ذاته والتطور. يسعدني ان انا والله حضرت المحاضره من النص ولظروف الدوام مرات يعني بنشغل، فاعذروني. كنت أتمنى إنه نحضر المحاضرة من البداية عشان أكون مواكبة، لكن الحاجة شدتني لها إنه نحن أصلاً في الأندر كان أخذنا إنه الغبار الكوني والتغيرات المناخية دي كلها لها علاقة بالتكون بتاع الأراضي ذاتها واختلافها وطبيعة الصخور اللي نشأت من الانفجار الكوني العظيم بعد ذاك التطور بتاع الأراضي ذاتها والأصل وطبيعتها.
فكنت يعني عايزه اشوف الحاجه دي من منظور ثاني، من منظور انكم انتم ناس الفيزياء، بروف شداد ودكتور حسن وكروميمه، ففي حاجات كثيره راحت علي صراحه يعني احفوني، لكن انا مستمتعه جدا بالنقاش ومعاكم، نعم مع الدوام لكن برضو معاكم والله، فاعذروني يعني. تسلم ان شاء الله يا فتحيه. دي بس في حته التغير المناخي دي، يعني احنا بالنسبه لنا كناس بتاع سويل هو فاكتور اساسي في تكوين الاراضي، بالاضافه لانه انا تخيل يا دكتور شدات هسه الحاجات الحاصله دي تقريبا لها علاقه بالتدخل بتاع الانسان، من تعليق الشذوذ لتغيير البيئه بتاعت النباتات ذاتها، خلال الحياة دي كلها حالياً أثرت وعملت تغيير في المناخ العام تبعاً لتغيرات في المناخ الكلي. تمام فتحية؟ أيوة أتسلم إن شاء الله، شكراً لكِ. ويعني المحاضرة مسجلة، فممكن يعني تشوفيها ثاني، ما فاتت خلاص، ممكن تشوفيها. تسلم إن شاء الله يا رب، وكمان أقدم لك إنك يعني في الدوام ولسه عايزة تحضر المحاضرة. تسلم إن شاء الله. ممكن دكتور شداد إذا عنده تعقيب يعقب عليك. معلش كان قطع السؤال. هي فتحية كانت بتتكلم عن إنه التأثيرات المناخية وكيف الأنشطة الإنسانية نفسها غيرت في 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 التربة وغيرت في النبات، لأنه غير بيئته وكده. فتحية ممكن تشرح للدكتور شوية أكثر. هو أنا سؤالي إنه هل هي الحاجات دي ممكن تكون هي عمل التأثير في المناخ المحلي والمناخ العام، يعني الحاجات الحاصلة لنا اليومين دي، سوى زيادة في معدل الأمطار، سوى تغير في المناخ ذاته، يعني إحنا من الصيف ذاته بقى ما زي زمان، الشتاء ما زي زمان، الخريف ما زي زمان، فالحاجة دي هل هي نتيجة النشاطات الأخيرة، يعني من تعلية الشدود عندنا وقيام سد مروي، تعلية سد الرصيرس، يعني خلال الحاجات دي كلها ممكن تكون عندها علاقة بالحاجة دي؟ طيب أول حاجة أبتدي من الأخير. التأثير المناخ تأثير بنادو جلوبال، يعني ما تأثير محلي بس، والمناخ دائما تأثيره ما بيكون بيتحسبه وزن 5 سنين وعشر سنين، قايل لك زمن أطول عشان توري الآثار بتاع تغير المناخ. وأديك مثال، قبل قريب من 13 سنة كنا اشتغلنا في موضوع دارفور، عينا للرينفول في الفاشر، وكانت المحطة بتاعت الفاشر بتسجل من 1917 جدات الكل لحدد 2003، ووجدنا منسوب دي تقريبا 100 سنة، ولقينا منسوب الأمطار نزل في الوقت ذاك من حوالي 330 لحوالي 160 ولا 180 ما أذكر، ده الأفريج بتاعه، وطبعا في الفريكونسي بتاعته. وبرضو عينا الصدامات بين القبائل الكبيرة في دارفور، كان عملها دكتور يوسف تكنة، ومن 1924 إلى 2000، ولقينا أغلبها ما عدا واحدة كانت ولا اثنين، كانوا معظمها كلها تقريبا ما عدا اثنين كانوا حول الموارد الطبيعية. فده كان لينك دايركت للآثار بتاعت المناخ. آثار المناخ طبعا زي ما قلت لك هي آثار جلوبال، يعني عالمية، ما بتقدر تقول الحاجة دي عملت الحتة دي عملت، يعني مثلا الأمطار دي ناس الإرصاد الجوي بيقول لك في السودان بتأثر، أفتكر من النينو مش النينا إذا كان ذاكرتي ما خانتني، في المحيط الهندي كويس. آثار لوكال ما واضحة لهم وما عندهم لها وجود كده.
حسب الموديل الثامن افتكر اذا كان برضو ذاكره هناك الجلوبال المناطق بتاعت السهل الافريقي دي في سنين حتشهد فيها امطار مش امطار يعني امطار بعد مرات مدمره بس انها ممكن تصب تعمل فيضانات تقرض الزرع تقرض البهائم وهكذا. المهم الموضوع ده يا دكتور أميمة ويا أستاذ حسن المفروض يسألوا من السؤال ده العاملة نفسها مستشارة لهناي للأمين العام للأمم المتحدة يبقى يعني والله كان ممكن نزال السؤال نسرين أفتكر كان عندها برضو شغل مع ناصر المجموعة بتاعت السودانيز ريسيرش دي أنا أفتكر قدمت لايف ولا حاجة زي أعتقد الأسبوع الفات لأنه وفي كان قال الأسبوع الفات كان مفروض أنا أقدم الأسبوع الفات لكن قال لي نسرين مفروض تقدم الأسبوع الفات هي طبعا مزنوقة دايرة تعدي الكوبري أحمى خيالية معليش يا جماعة شكرا حديث انتهى يا دكتور تسلم إن شاء الله وفي وفي طلع وفي طلع حنتظر شوية إذا في أي أسئلة تانية من الجروبات الثانية افتكر موفي طلع مشى فافتكر بتكوني انت الهوست فيمكنك تنهي الميتينج ايوه في يا هجا انا بس منتظره انه اسمه شنو اذا في اي اسئله من الجروبات الثانيه اذا ما في اسئله من الجروبات الثانيه ممكن نخلص على كده معلش يا جماعه انا واجهت مشكله في الانترنت فرجعت ما في مشكله سكرين سكرين خشت وانا ما حضرتها الاشاره بتاعت الانفاح وين يا سي ايوه صح وزي ما قال بشداد طلعت شكلها انا ما شايفها المفروض كان تقدم لنا هي برزنتيشن في الاسبوع الفات لكن شكله الظروف ما قدرت ان شاء الله في الايام الجايه لو سمعانا انتظارك تم اختيارها تقريبا هي وسبعه اخرين من الاستشاريه الشابه اللي عملها من تغير المناخ ده وصب ماهل مسؤولية كبيرة جدا عاتقة وتتعلم وتفيد به الآخرين. شكرا جزيلا لكل الداخلات حتى الجيل اللي يكون زي قابل للمشاهدة حاول توقف هنا لوعوده إن شاء الله نشوفك مرة لما تخلص الدكتورة تقدم لنا البيت عادي جديدة إن شاء الله إن شاء الله قريبا العام إن شاء الله تعالى تسلم إن شاء الله شكرا جزيلا يا وفي وشكرا زي ما قلت لكل الناس اللي بتحضر كل الناس اللي أخذت الزمن في نص الزمان في نص الدوام ومن الدوام وكل الحياة الثانية عشان تحضر المحاضرة دي شكرا لكم كلكم شكرا للناس اللي دخلت شكرا لكم نعم ما سمع انت الهوست اللي دخلت بالتليفون ما اقدر اعمل كلام انت هوست ممكن تعمل ستوب ستريمينج فوق على اها اكفي يعني اكفي خلاص كل حاجه اقول لكم مع السلامه الريكوردينج اول كيف اشي على الفيلم اعمل شنو ستوب ستريمينج اعمل ستوب ستريمينج
فوق شمال لايف ستريم. شايف الحته في فيسبوك؟ ايوه ستوب لايف ستريم صح؟